أكدت الممثل السوري ديما أندلفت إن ما بتمانع المشاركة بالجزء الخامس من مسلسل الهيبة يلي عم يتحضر حاليا في حال عرض عليها المشاركة وحبت النص والدور. ديما خلال حلولها ضيفة على برنامج الدنيا علمتني إن لجأت لطبيب تجميل لحل المشكلة، وإنه الطبيب وعدها بإنه تنسى الجرح وهيدا المشهد الصعب، وهو الشيء اللي صار بالفعل. وقالت الإنسان بينسى الشيء لما يزول الألم أو الأثر يلي